أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يتردد على ألسنة بعض الناس قولهم شاءت قدرة الله كذا أو شاءت عناية الله كذا، فما حكم هذه المقولة؟ هذا لا يجوز، وقد نبه عليها أكثر من مرة، أنه لا يسند إلى الصفة شيء من الأفعال، وإنما تسند الأفعال إلى الله جل وعلا، فيقال شاء الله كذا، أراد الله كذا، وأما الصفة فلا يسند إليها شيء. نعم.